كنت بتهمي زمان عشان تثبتني. ايه رايك في المكان هنا؟ لو مش عاجبك ممكن نغيره على فكره. الله يا محمد، قول كمان كلامك الحلو ده، وحشني قوي. لا ده سؤال عادي على فكره، بقولك لو المكان مش عاجبك ممكن نروح اي مكان، اليوم بتاعك النهارده حياتي. لا 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 نغير ايه، المكان كويس قوي، احنا ما صدقنا نيجي في الزحمه دي وكمان نلاقي ركنه. بس ما كانش فيه داعي خالص اتخانق مع السايس يا محمد عشان 2 جنيه. ده سايس بارد، وانت عارفه كويس انا ما بحبش حد يضحك عليا. خلاص بونسوار مدام، بونسوار مسيو، معاكم متر طلعت النهارده في خدمتكم، نتمنى لكم عشاء سعيد ومعده حديد وعمر مديد. نعمل تاتش رومانتك كده، شمعايا لذيذه في يا ساتر. معلش انا اسف، خلاص من غير شمعة انضف، من غير شمعة. اتفضل يا فندم. لا لا معلش مش عايز ميه، ميرسي قوي. لا اصل انا اولموست فتحتها خلاص. لا معلش ميرسي. اوكي لا براحتك يا فندم. عارفه اللي اليوم ده، لا حضرتك حبيبي بقول لحضرتك انا مش محتاج ميه، ما دي زي دي ميه عادي، ده حجم صغنون خالص. لا مش محتاجين اي احجام خالص، ميرسي جدا. الانسان في اليوم بيحتاج مش اقل من 8 كوبايات ميه علشان خاطر الجسم. دي يعني معلومات مفيده جدا، بس انا عارفها كلها على فكره، انا بقى غير كل البشر، جسمي مش بيحتاج ميه كتير خالص. يعني جسم حضرتك مختلف ازاي؟ يعني احنا كلنا مخلوقين من طين والطين يحب الميه. انت مخلوق من نار، انت عفريت. يا عفريت. المنيو لو سمحت فندم. من غير منيو ولا اي حاجه، احنا عندنا كل حاجه، كل حاجه. احنا بس هنصب شويه ميه حلوين هنا، حضرتك تشربي والبشره كده هتبقى فريش ولذيذه، تبتدي بقى تطلبي طلباتك وانت منطلقه ومنتعشه كده. هي منطلقه ومنتعشه من غير الميه، ممكن نطلب الاكل بقى؟ هو حضرتك مش هتحتاج ميه خالص خالص. حلو. حياتي هتاكلي ايه بقى النهارده؟ عايز اجيب لك كل اللي انت بتحبيه. هناكل ايه بقى؟ اتفضل. ناكل ممكن ناخد 2 ميكس جريل، اوكي. وممكن كمان الباستا. الله حلو. بتموت في الاثنين باستا. لا ما تلاقيش. ايه ده؟ في فراخ ورز بالشعريه، اغرف لك؟ تغرف لي؟ انا معزوم عند خالتي، بقول لحضرتك احنا بنحب الباستا. لا ما هو انا مش والدتك، انا مالي تحب الباستا ما تحبهاش، انا ما انا ماليش فيه. هو انا خطيبتك؟ يعني انت دفعت لي مهر، جبت لي شبكه، عملت لي فرح في قاعه اللوتس، انا مالي؟ اليوم بتاعك وانا مش هعصب نفسي واحاول ابقى هادي جدا. يعني المفروض حضرتك وانت جاي النهارده في الطريق اخش انا على الشيف اجري يا شيف الحق الاستاذ اسمه ايه؟ محمد. استاذ محمد جاي لنا النهارده بيعمل لي حب الباستا قوي، اعمل له باستا يا شيف بليز عشان خاطري. بعدين هي الباستا بتتعمل على ايه؟ بتتعمل على الفحم، بتتعمل في الميه، تتسلق، فبتحتاج ميه. فاحنا نفتح بقى الميه الجميله دي واجيب لك الباستا اللي انت بتحبها ونبقى كلنا مبسوطين اخر باستا. افتح بقى الميه الجميله. لا ايه رايك انا هبدا احب الرز، هات رز. هبز كده سم. لا مش قادر اتحمل، هفطس فعلا. انا مش قادر يا متر. اموري يا فندم. حضرتك في ايه؟ بقى لنا ساعتين قاعدين، الاكل اتاخر جدا. فجعانين. لا مش فاهم، مش مدرك المشكله الحقيقه. هي مش محتاجه ادراك خالص حضرتك. رقم واحد، حضراتكم قفلتوا التكييف فجاه واحنا هنفطس. يا خبر ابيض. رقم اتنين، الاكل اتاخر قوي بدون مبرر حضرتك. لا سيبك من موضوع الاكل ده خالص، التكييف اتقفل معناه حر، والحر يعني عطش، وكده حضرتك ممكن بشرتك تبقى جافه. يا نهار ابيض، ده انت بشرتك جافه خالص دلوقتي. وما تحبش برضه تشوف المدام وهي عرقانه والميك اب بتاعها سايح. بص بقى احنا ايه، نفتح ازازه الميه اللذيذه دي، نشرب شويه ميه علشان ننقذ الجوازه. يلا الحق الحق حضرتك، في واحد بيحتضر ورا محتاج بق. افتح له ازازه الميه من فضلك، من فضلك افتح له. يا فندم على اللفته العظيمه دي. سعيد 3 ازاز ميه هنا عند الاستاذ على حساب الباشا. لا 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 سيبه، العمار بيد الله. ياه ده انت بشرتك جافه وقلبك حجر. ايه ده؟ ايه ده؟ يا متر امرني يا فندم. ايه اللي في الاكل ده؟ الاكل كله ملح حضرتك، ده ممكن يأذيني. عيب يا فندم تقول الملح بيأذيني، عيب. بص الملحه حجمها قد ايه؟ شوف بص بص بالنسبه لحجمك دي تأذيك دي؟ معقوله؟ لا نسترجل بقى ونستحمل نبقى رجاله. امبارح يا فندم في زبون لقى كلب في السلطه.
لا مش لحمه كلب يا فندم، لا كلب سليم كامل في السلطه، لكن الكلب على جنبه اكل السلطه لا اعترض ولا قال بم. ليه؟ عشان راجله بيستحمل، وعشان مفيش حد بيقول بم في اي حال من الاحوال. والراجل خد مكافئته وروح بكلب كيوت قوي للاولاد. مش تقول لي شويه ملح في السلطه؟ ادي الملح ده ايه؟ ها ملح ده يعني ريق ناشف، يعني تحتاج كده معاه شويه ميه. عارف انا ممكن اتغدى بفخده حمار. حضرتك الحمار يحب الميه برضو؟ ايوه بس برضو مش هتفتح ازازه الميه اللي معاك على جثتي لو فتحها. انا مش فاهم بقى. لا لا بص حضرتك، انا مش حضرتك الملح ده نازل زياده من عند المحل، يعني كومبليمو مش هينزل على الفاتوره. مالكم فيه ايه؟ وحله سهل قوي، عطشان ملح ريقك ناشف شويه ميه تبقى زي الفل. نعمل ده؟ لا ما تعملش ده، انا بجد لو قعدت اكتر من كده هرتكب جريمه. انا اسف جدا يا حياتي، هناكل في البيت، نطلب احسن اكل في الدنيا. بقولك ايه، بقولك ايه، هات لي الحساب، اتفضل هات لي الشيك، هدخل الحمام واخرج تكون جبت الشيك. حضرتك رايح الحمام؟ ايوه. اوكي خد بالك الميه هناك مقطوعه. ممكن افتح لك دي؟ هتحتاجها. نورتنا بجد يا فندم. متر امر يا فندم، ممكن استعين بيك؟ اتفضل. حضرتك حضرتك مكتوب هنا ايه؟ زجاجة. زجاجة؟ زجاجة ميها. زجاجة مية. لا ما انا اضفتها يا فندم. اضفتها؟ اضفتها على الفاتورة. انا قلت لك 127 مرة مش عايز مية. لا يا فندم انا حطيتها على الفاتورة. عارف ليه؟ ليه؟ انك هتاخدها معاك عشان هتعطش في السكة. لا مش هعطش. والله يا فندم اقول لك على حاجة. انت ممكن تزود مية في العربية عشان انت هتجيب وش سلندر لو سخنت. يبقى غرمت هنا وغرمت في العربية. يلا بينا. لا انا بحط في العربية مية خضراء. طب اقول لحضرتك على حاجة. احنا ممكن وانت ماشي في العربية تفتح ازازة المية وترش على المدام، ترش على بعض المية وتعملوا جو رومانسي ويا مجنون والحاجات دي، وانتوا محتاجين تقربوا من بعض الفترة دي ونرجع المية لمجاريها. ما بحبهاش وبخونها مع عز صديقتها. خيانه بتعوز ميه برضو وهطلعها واحنا مروحين. ارتحت؟ انا مش عارف حضرتك تعمل كده. مش عارف انت ليه بتعمل كده؟ ليه؟ ازازه ميه ولا حاجه. ابوس ايدك. اوعى ايدك فيها ميه بقى. ابوس ايدك، مستقبلها يضيع ارجوك. ممكن بقى افتح لك ازازه الميه؟